مرحبا فيكم ببرنامج المسامح كريم. القصة اللي معنا الآن قصة من المغرب، قصة صديقين وسحر وخلاف وقطيعة. راح نروي كل القصة ومنتابع كل تفاصيلها، ولكن أولا نستقبل صاحب الدعوة زكريا. أهلا زكريا، كيف أحوالك؟ ماشي الحال؟ تفضل. طمني عنك، مرتاح؟ الحمد لله. شفتك جاي مندفع هيك ومسرع. الحالة متوصلة عشان زكريا. بس سؤال، شو اسم خطيبتك السابقة؟ سكينة. سكينة. زكريا هو الخطيب الثاني لسكينة التي كانت خطيبة صديقه، صديق عمره محمد. محمد كان خاطب سكينة، تركها بعد فترة، ثم خطبها زكريا. إنما بعد وقت بدأت صحة محمد تسيء، الرجل حس بتعب، تعكست صحته، دخل المستشفى. هو وأهله اعتبروا أنه سكينة هي اللي عم تعمل له عمل وشعوذة مش عارف شو بقى وتعب، وحملوها مسؤولية. طبعا هذه المسؤولية نالت أيضا زكريا، لأنه أهل محمد ومحمد اللي هو صديقه لزكريا اعتبر انه زكريا ضالع في هذه المؤامرة عليه، وسكينة عم تنتقم من محمد خطيبها الاولاني، وزكريا ضالع في هذه المؤامرة. هلأ اجا زكريا الى المسامح كريم حتى يجرب يصالح صديقه محمد، لانه في قطيعة حصلت بين الاثنين عمرها الان 4 سنوات، كانوا أصدقاء العمر. زكريا بيعتبر محمد مثل أخوه، ما بعرف شو شعور محمد هلأ منشوف نحنا، ولكن قبلا بدنا نتأكد أنه وصلت له الرسالة. هل الرواية اللي قلتها أنا سليمة صحيحة؟ في شيء بتحب تضيفه؟ لا، كله واضح؟ كله واضح. طيب أنت جيت الآن مشكور، شو بدك تقول له لمحمد؟ أطلب منه الصفح وقول يرى عمري ما غادي نتخلى عليك، مازال انا محتاجك، مازال الصداقه ديالنا ان شاء الله، انا ما غادي يفرقني عليك الا الموت. ان شاء الله خير. ما ان شاء الله نتامل خير ان شاء الله. انا نيابه عنك ارسلت له الدعوه الى محمد في المغرب. ساعية البريد نقلت هذه الدعوه، خلينا نشوف سوا اذا كان قبلها. أستاذ جورج، كيف ما كتشوفوا معايا موري مدينة سلا العتيقة اللي غنمشيو غنقلبوا فيها على السي محمد العزابي باش نسلموه الدعوة ديالو. أجوا معايا نشوفوا واش كاين. شوفوا الدار ديال سي محمد العزابي، احنا وصلنا ليها، ما بقى لينا غير نعطيوه الدعوه ديالو. اجيو معايا نعطيوها ليه. لازم يكون محمد صار خارج الاستوديو ناطر حتى نعطيه إشارة أو نعطي إشارة لفريق العمل حتى يستجلبوه. القصة مختصرها أنه زكريا خطيب بنت اسمها سكينة، هو الخطيب الثاني. الخطيب الأول محمد كان تركها وكانوا أصدقاء،
بعد ما خطبها زكريا بدأت صحة محمد تسيء. اعتبر محمد وأهله إنه سكينة عاملت له عمل، مثل ما بيقولوا هيك بالمشبرح بالعربي الدارج، عاملت له عمل سحر وشعوذة وطلاسم وما بعرف إيش. بقى زعل هو أهله من زكريا واعتبروا زكريا مسؤول. طبعا زكريا بعد فترة تركها للبنت لسكينة، وهلأ بعد 4 سنوات من القطيعة جاء إلى الاستوديو حتى يطلب السماح ويعتذر من صديقه ويرجع العلاقة كما كانت في الماضي. هلأ بدنا نشوف شو مشاعر محمد إذا كان عنده استعداد. رح نتعب جهدنا أنه نرجعهم لبعض، بس بالأول بدنا النادي محمد. أهلا محمد. حبيبي أخبارك؟ الحمد لله. الله معك. تفضل تفضل. أهلا وسهلا فيك. كيف كانت رحلتك؟ طمني. الحمد لله. إن شاء الله مريحة وكويسة. مريحة 10 على 10. والله الحمد لله. صحتك منيحة؟ الحمد لله. وشو عم تشتغل بهالأيام؟ أشتغل في التجارة. في التجارة وماشي الأمور إن شاء الله؟ الحمد لله السعادة. كيف الأهل؟ كل شيء بخير. شو عندكم؟ شو مؤلف في الأسرة عندك؟ أنا وعايش أعيش أنا وأمي وأبي و... نعم. أختي الصغيرة وأخي أصغر. عندك أخ وأخت؟ أختي متزوجة. في أخت أكبر؟ أيوة. متزوجة. شو عندها أولاد؟ عندها بنت صغيرة. ما شاء الله ما شاء الله. وما شاء الله المغرب جميل والحياة حلوة والله الله يديم. شو علاقتك بالسحر وبالشعوذة؟ قصتي ناس. لا، إنه في عندك علاقة بالسحر. أنت بتآمن بالسحر أولاً؟ أنا مش بآمن، أنا شفته بعيني. لا، تعمل فيه السحر. إيش عمل فيه؟ كيف جانا آمن بشيء؟ أنا عمل فيك؟ أيوة تعمل فيه السحر. كيف يعني؟ كنت ما كان آمنش بيه من قبل، ولكن من لما شفت شي حاجة كنت شفت شي حاجة بعينيك. إيه؟ لما تشوف شي حاجة بعينيك شو شفت بعينيك؟ أمر واقع. شوف أنا صحتي تدهورت بسبب السحر. صحتي تدهورت بسبب السحر. أثر في نفسي. أثر فيك السحر؟ أيوة. بس أنت عرفت إنه هذا السحر مشغول عليك يعني إنه؟ لما تعالج أصلا بقيت كويس، تعالج عن الناس. شو كنت شو حسيت؟ حس أن يعني أنت أنا كان عارفك. نعم. ولما أشوفك ما بحال أن كأنك تمحيت لي من الذاكرة. يا لطيف. أشوف يعني يمكن صديقي. شوف شي صديق ولا يشربوك شي يعني بيعطوك شي ولا السحر؟ في هناك عديد من عدش أساليب، مثلا يمكن يؤكل لك، يمكن يعمل لك في ملابسك، يمكن هناك عدش أساليب، ولكن يبقى مفعول واحد. يا سيدي أنا بدي أشكرك أنك جيت ومنك عارف شو سبب مجيئك. في صديق لك هو اللي طلب يدعيك، طلب منا يدعيك، ونحن قمنا بالواجب، وإن شاء الله نحن كل هدفنا عمل الخير. وبتحب تعرف مين اللي دعاك؟ أيوة. هل تعرف؟ طلع بهالشاشة. أنا مش راجل الدرع، وليش جيبونه أصلاً؟ ليش جي أنا أصلاً عدد السيد؟ فينا وفينا السيد؟ هذا مش راجل أستاذ. أنا أحكي لك من الصباح، هذا هو سببي، هو الأسباب الأول والأخير في الشيء اللي طاري لي كامل. اللي صار معك؟ أيوة. كل اللي صار معك؟ كل اللي صار معي هذا هو سبب. مش الخطيبة بتاعه؟ مش اللي كنت خطبها أنت؟ اقعد شوية. مش الخطيبة اللي كانت خطبتك أنت خطبها أنت؟ يا سيدي هذا السيد تحالف معي مع أعز إنسان اللي حبيتها. نعم. نويت أنني أطول معها في العمر، هذا ادها صوري عشان تسحر لي أنا، وشفتها بأم عيني، والصور اللي صورت معه هو، وكنت أنا وياه، أنا وهو شفتهم عندها. أخذت الصور من عنده. هو أعطاها الصور. خليني أقول لك شيء، بعت لك رسالة رح بقرأ لك إياها. بسيطة، اسمعها، زحولي شوي هيك. أخي الحبيب محمد، كيف حالك الآن؟ لعلك بخير إن شاء الله. أنا أعرف يا صديقي أنك لا تريد أن تسمعني أو تراني، وأعرف أنك تريد الآن أن تنفجر بي. انفجر. لكنني أعذرك لأنك ضحية لإنسانة مريضة، وما يجب أن تعرفه يا محمد أنني أنا الآخر ضحيتها أيضا.
يا محمد أقسم لك أنني لم أكن أريد أن أؤذيك، وأنني أوذيت بسببك وبسبب ما حدث لك أكثر مما تتخيل. فبيننا الكثير والكثير من الصداقة والذكريات الجميلة، وأستحلفك بالله أن تسأل نفسك هل أنا من الوضاعة بحيث أفعل بك ما تظن أني فعلته؟ يا محمد أنا لا أعفي نفسي من المسؤولية، وجئت اليوم لأعتذر منك، وأعرف أن اعتذاري لن يعوض لك سنوات العذاب الذي عانيته، لكنني أنا الآخر تعذبت بسببك خوفا عليك وشعورا بالذنب تجاهك. فأرجوك يا صديقي، أرجوك سامحني وأقبل اعتذاري، والمسامح كريم. طيب محمد، روايته لزكريا تختلف. رواية زكريا بيقول انه البنت هي سرقت الصور، وهي اللي اكتشف هو انه كانت عم تعمل شيء ضدك، وانه هو زعل منها، وتدهور صحته سببه شغلتين، امرين سببه تدهور. اولا لانه انت زعل بينك وبينه، والثاني انه البنت عملت له كمان عمل. انا ارجوك بس، لانه هذه الفرصه اتيحت هذه المره وجيتوا لهون تنيكوا من المغرب، بقى بديك تسمعوا بعدين بتقرر. خلينا نشوف شو جاي لك هو. تفضل زكريا. انا اول حاجه بغيت نقولها بعدين، الحمد لله انني شفته، لان 4 سنين ما بقيت شفته، بعدين الحمد لله انني طلعت بوجهه. ثانيا ان كل ما يظن به هو خاطئ، هو خاطئ. انا حتى انا كنت ضحيه، حتى انا كنت ضحيه، ما كنتش ما يمكنش منطقيا، ما غاديش يمكن انا نمشي تقول لي عطيني الصور ونعطيها الصور. وحتى لو عطيتها الصور، انا كما قلت لك انا مساله السحر ما كتجيش على بالي، انا يمكن امشي به. ولكن في الاخير اتضح لي ان بجوجنا بغات تستغني غير فقط باش تنتقم منه، وكنت كما قلت كنت غبي، وكان انا اشدد الاعتذار ديالي. انا كنقول لي انا كنطلب منه السماحه، كنقول لي راه ما تفرقني عليك غير نموت. كيف ما كل شيء كنت مسحه في الناس، كنت مسحه في سكينات، مسحه في حليمات، جيت مسحه في انا. انت ما درتي والو، انت ملائكه، انت استناني شنفسخ مع الخطبه باش انت تمشي ليها. شنو هي هادو في عيال الرجال؟ فيش كذبك شنو تقول؟ واش كذاب انت؟ عشرتين وعارف. قول لي غير الصراحه، انا صارحني يا صاحبي. الصراحه هو انني ما عمري خنتك، ما عمري فقدت فيك الثقه، ما عمرك هذا الشيء كامل كتقول كله خاطئ. مش حاب تعطيه فرصه؟ انت لاحق بعدين. والله العظيم لو شفته في المغرب لكنت هاجمته، نضربني. لان شوف واحد القضيه نقولها لك استاذ جورج، راه انسان كدير ثقه في واحد انسان وانسانه، هذه حبيتي وهذا صديق ديال العمر ديالك، وفي الاخر بجوج كينقلبوا لك على ظهرك، وبجوج كيخونوك دقه واحده، راه صعيب. امروا عليك صعيب. بس انت بتعتقد هيك؟ يمكن لا، مش هيك. لا يمكن، مش هيك. يمكن لك محمد كمان في هامش من الظن يفعل هذه الامور. هذه هو قاد يدير هذا الشيء، هذا هو يدير الشيء، لان انسان. مش هي البنت؟ لا، مش سكينه البنت دورته علي، حولته علي. ايوه وانا عارف هذا يا خي، حولته عليك. هلا ندم بعد 4 سنوات؟ طيب ما في مسامحه بالحياه؟ انا غلطت يعني بك. قد يكون مذنب وتامر عليك مع سكينه وهي دورته عليك ومدري شو، بس انه اجى بعدين بعد 4 سنوات فاق ضميره، فاق عاطفته، اجى يقول هذا اخي بدي اتصالح معه. بدك تصالحه؟ اذا بدك تصالحه بتقول له انا مسامحك، وإن شاء الله نبني علاقة على أسس جديدة ومتينة وواضحة، وإلا ترجعوا كل واحد بيرجع على المغرب لحاله مثل ما جيتوا. محمد أرجوك لا تفكر الأيام، أرجوك تفكر شحال من محنة تحطينا فيها وحلينا لبعضينا.
الصف. صافي انسان كنت محمد. محمد ليك فكر بهدوء، وإذا بدك تاخذ قرار خذه عن قناعة، ما تاخذه لأنه مجاملة إلي ولا لأنك صرت باستديو. إذا كان هالشخص بيمثل شيء لك ارجع، وإلا شو بدك فيه؟ والله أنا مشتاق أن نعاقب فقط. بسيطة بسيطة، شد حالك. هو بكي قبل شوي قبل ما تيجي أنت كمان، بس شد حالك. يعني هذه العلاقة بين الإخوة وبين الأصدقاء، خليهم يفتحوا الستارة. خليني أشوفك عن قرب أرجوك. هدي محمد. يعني كنت عم تكابر محمد، انت كمان بتعزه احسن لحظات دوزت مع الانسان. نعم، ولكن راه اللي دليل عمره ما يتنسى لي في حياتي كامله. هذيك انسان دوزت مع 5 شهور صافي مشات من بالي محمد. ولكن انسان ملي كتدوز مع العمر كامل ليك بعدكم شباب، مش لازم الانسان يضل يفكر بالماضي، متمسك بالماضي وحاطط الماضي امامه. أمامك بيكون في مستقبل مش ماضي، بتفكر بالمستقبل. لذلك إذا بتسامحه بتقول له سامحتك والمسامح كريم، وبنفتح هذا الستار. كيف تسامح إنسان ذلك الشيء كامل؟ ما تضغط على نفسك. إذا حاسس إنه منك بحاجة تسامحه ولا قادر تسامحه، ما تسامحه. شو قررت؟ بنشوف. بتسامحه؟ ايوه بنشوف. قل له بسامحتك والمسامح كريم. سامحتك. سامحه والمسامح كريم. أنا بلكم شكرا لكم اثنينكم، الله يوفقكم. بس والله كان نفسي في هالترجمة من زمان. اي وحق الله اضربني، زيد اضربني اضرب انا انت بقي. اسمع هلا هلا صلحته ولا لا؟ عايز تضربه؟ ضربني وانا نعنك. طيب اضربه يلا. خلاص مسامحك. مسامح. ليك والله عشان السامح، وهو عشان السامح شو؟ إيه؟ لأن ذكرياتي كلها ما صح. بس هو أنت شايف المسكين ما خلت منه شيء سكينة، أنت بعدك منيح ليك وش صاير فيه؟ نعم. يلا موفقين. شكرا شكرا. المسامح كريم. نلتقي إن شاء الله بقصة وقصص جديدة.